عليكم. احنا الناشئ قناه الرشيد والناس، احنا اذن انقتل وفرقه 15 لواء 71 الفوج الثالث السريه الثالثه عنده مشكله ويا الضباط، وخابرنا الضباط شايلين ابره سلاحه وكتلوه على الشريط الحدودي. صاحبه قال اخر اتصال اخذه عامر سريته وراح، وشايلين ابره سلاحه وكتلوه ومضيعين الحق علينا لحد هسه، لا تقارير طبيه ولا فاحصين سلاحه ولا شهاده وفاء. يعني مجرد احنا قلنا بس دفنا احنا الناشئ 2019 18 11 تاريخ الوفاة، احنا الناشد الفريق الركن سعد مزهر العلاب ابو الغيرة، هاي شغلتنا احنا يمك، احنا الناشدة كتة والناشد كل واحد شريف. السلام عليكم، انا ام حسين البطل المجني علي ابني حسين احمد قاطع، خابراني قال تعالوا لي، تعرفت ويا الضباط عامر سرية شايل برمات سلاحه ومخلي سلاحه مجرد هيك كان عصبي لكل شيء ماكو، وكتلوه وباجبه بهدومه العسكريه، كتلوه ذبوه على شريط الحدودي، حتى الان لا تقارير طبيه طالعه ولا فحص سلاحه طالع ولا شهاده وفاء الطالع. اناشد يحيى رسول، اناشد سعد العلاق، اناشد سعد العلاق خامته طبيه، انا امه لا ليل ليل لا نهار نهار، احنا قضيتنا هاي بشارة. اناشد وزاره الدفاع، واناشد الشعبه الخامسه، واناشد مكافحه الارهاب، واناشد جميل شريف عندكم، هذا شوف البطل هذا 7 سنين كتلونا وذبونا على شريط الحدودي ولحد الان ضيعوا حقه، ضيعوا دمه. حتى راتبه يوزع للنازحين، حتى بطانيته يعطيها للنازحين. صغير مواليد 91 ورده زوجة. نعمل ونسعى جاهدين على ايصال صوتكم الى كافه الجهات المعنيه من أجل إيجاد حلول لكافة مشاكلكم.